عايز بس اروح معاكم على ظاهرة، يعني ظاهرة صوتية، ظاهرة اللقطة. ما انتوا عارفين عبد الفتاح السيسي حط علم اللقطة زي علم الركة كده، وبدأوا كلهم يمشوا وراه. عندك محافظ الأهلية اللي اقتحم منزل مواطنين مصريين بدون إذن من النيابة وبدون سند قانوني أو أخلاقي، بالمخالفة للقوانين والعادات وتقاليد وطباع الشعب المصري، في مشهد همجي عايز يقول لك ان هو شايف شغله، وصور يا هيثم، صورني يا هيثم وانا بمسك المواطنه المصريه بالجرم، جرم انها واخده 3 اكياس عيش. وكان المشهد الساقط اللي هتشوفه معايا دلوقتي. صور يا هيثم، اهم حاجة تصور العقلية الأمنية اللي موجودة. ما هو ده الباشا ظابط، الباشا جاي يكبس عليهم، بس مش واخد باله الباشا انه كقوة او كسلطة مش من حقه يدخل بيوت الناس من غير تصريح او اذن نيابة، ولكن لانه واخد على كده، واخد على الهمجية، هو واخد على الهمجية دي فدخل. واهم حاجة تصور يا هيثم علشان يحس انه شغال. طب انت مش شايف الناس، مش شايف الفقر؟ يعني ما لفتش عينك الفقر اللي هم عايشين فيه؟ هيقولك دي مش مشكلتي، انا مشكلتي انهم بياخدوا عيش زيادة، وده اكبر عوار في الدولة وفي النظام، ان المسؤول عايز ياخد اللي ليه وملوش دعوه باللي للناس. طيب اللي هو طارق مرزوق محافظ الدقهليه بيقول لك تواجدي يوميا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئه، بس اللي احنا شفناه ده انت بتخش بيوت الناس بلا احم ولا دستور ولا سند قانوني، وانت دورك تامن الناس، فانت بتفزع الناس مش اكتر من كده. تعال نشوف بقى تعليقات الناس او تعليقات حضراتكم على السوشيال ميديا، ما بين اللي بيطبلوا ودول موجودين طبعا وهيفضلوا موجودين، وبين الناس اللي شايفة ان اللي عمله سيادة المحافظ اللي اتأدب ومخالفة للقوانين والدستور المصري. شوف معايا مصطفى بكري في وصلة تطبيل معتادة بيقول لك الحملة على اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حملة ظالمة ولها أهدافها، والحقيقة التي يعرفها الكثيرون أن المحافظ منذ أن تولى منصبه ترك مكتبه ونزل الشارع وركز على المخابز لمواجهة مافيا المخابز التي تتولى تجميع الخبز لاستخدامه كعلف أو بيع حر بأسعار عالية، بالرغم من أنه مدعوم، وأنه أثناء جولته على مخابز مركز أجا اكتشف وجود سيدة تجمع الخبز المدعوم فتابعها بعد أن عرف أن ذلك ضمن مافيا الخبز وليس للاستخدام الشخصي، خاصة وأن ذلك يكون على حساب أصحاب الحق في الخبز المدعوم. المحافظ الذي بدأ في مطاردة كل أنواع الفساد منذ اليوم الأول قرر استخدام الإجراءات القانونية ليضع حدا أمام التلاعب ولمواجهة مافيا الخبز، ولكن للأسف بدلا من دعمه والإشادة بمواقفه تحركت مافيا الخبز وأنصار الفساد، لأنهم يدركون أن مصالحهم معرضة للخطر في ظل وجود محافظ لن يسمح بهذا الفساد ولا يقبل الواسطة والمحسوبية. لا تظلموا رجلا تاريخه معروف بالشرف والنزاهة والانحياز إلى القيم الإنسانية ومصلحة الوطن. لا يا مصطفى أنت بتطبل غلط يا مصطفى، ده مش تاريخ مشرف ولا حاجة، ده راجل مش عارف القانون وبيقتحم بيوت المصريين بالمخالفة للقوانين والدستور المصري، ملوش علاقة بمافيا الخبز ولا الكلام اللي انت بتحشي بيه ناس راسك او عايز تحشي بيه راس الناس. تعليق من الخبير الاقتصادي ماجد عبيده بيرد على مصطفى بكري وبيقول دفاع مصطفى بكري عن طارق مرزوق يؤكد عدم اهلية شخص كل خبراته هي ادارة السجون ليتولى منصب محافظ. واضح ان الحكومة عدمت ايجاد الكفاءات او ان المؤهلين اصبحوا بيبتعدوا عن المناصب لعدم تلويث تاريخهم. جمال سلطان الزميل الصحفي بيعلق، وكمان بدوره
وبيقول مكافأة ضابط شرطة بتعيينه محافظ للدقهلية في حد ذاته وبدون أي تفاصيل وقعت فساد، لكن يؤكد لكم أن اللواء طارق مرزوق سيخرج من المحافظة عاجلا أو آجلا بفضيحة. ممارساته الاستعراضية السخيفة والدعائية في بداية عمله اعتدنا على مشاهدتها مع فاسدين كثر مروا على مصر في مناصب مختلفة. هشام قاسم بيكتب هو كمان وبيعلق على المشهد وبيقول محافظ الدقهلية لفت الأنظار بهجمة قام بها على منزل مواطنة وقام بمصادرة عدة أكياس عيش دون سند واضح من القانون، وهو ما يعد سرقة مال مقوم محمي بحكم القانون، ولو فعل ذلك في دولة يحترم فيها قوانين الإجراءات لتعرض للمسائلة الجنائية دفعني الفضول لمتابعة أخبار الرجل. وكمل وكتب، ولكن أنا هكتفي بقدر ده من هشام قاسم. أقول لحضراتكم أن اللي حصل وشفتوه مش بطولة ومش رجولة ومش عمل شرطي ومش عمل لتأمين مصدر عيش الناس، ده عمل همجي بلطجي اقتحام لبيوت الناس بدون سند قانوني أو دستوري، ودي جريمة يعاقب عليها الدستور، ناهيك عن أنه سرق العيش من بيت الست اللي احنا ما شفناش هجمته ازاي، ولكن هو كان أهم حاجة عنده ما يوريش ده. ما كانش معاه هيثم تقريبا في الأول، كان عنده المهم أن هيثم يوري بطولته، ضابط مجرم بتاريخ حقير، وكل اللي حاجنيه في الآخر زي ما قال جمال سلطان هو فضيحة قريب مش بعيد.